أهلا وسهلا بكم متابعينا الأوفياء، لازلنا معكم في التغطية الخاصة بفاجعة طاطا والسيول التي جرفت العديد من المنازل وخلفت أرواحا بشرية بعدما بلغت الحصيلة حوالي 14 شخص لقي حتفه جراء هذه السيول التي دمرت العديد من القرى وخاصة قرية أو قرضة بقبيلة سمقون بطبيعة الحال. كما كتشوفوا معنا حجم السيول التي جرفت المنازل، هذه المياه التي ترونها أمامكم هي بقايا سيول طاطا وبقايا الفيضانات التي دمرت كل شيء ودمرت المنازل ودمرت أيضا البنيات الطرقية وخلفت العديد من المآسي الاجتماعية. كما كتشوفوا معنا متابعينا الأوفياء، ربما يعني العديد من الأنهار بدأت تجف والعديد من الأنهار بدأت تفقد كميتها من المياه، لكن هذا النهر الذي ترون أمامكم هو ما تبقى من سيول طاطا. كما كتشوفوا معنا أنتم كتشوفوا يعني حجم المياه التي كانت محملة بها هذا الأنهار. ومرة أخرى تعازينا الحارة لكل عائلة الضحايا وكل المفقودين، ونتمنى لهم الصبر والسلوان، وعزاؤنا واحد كلنا كمغاربة يدا في يد من أجل إغاثة ساكنة طاطا المنكوبة، ساكنة طاطا التي تأتي تحت بطاطا الفاجعة وتحت بطاطا الكارثة الإنسانية التي كما قلت ستبقى خالدة في الأذهان وسيتذكرها الصغير والكبير والشيخ والشاب والنساء والرجال. فالكل ربما قلبه مع طاطا، قلبه مع هذه الفاجعة اللي صراحة أفجعتنا كثيرا وأدمعت عيوننا، ولم نكن نتوقع بتاتا أن يكون الدمار بهذا الحجم. إذا هكذا هي الفاجعة الأليمة التي حلت ساكنة طاطا. كما كتشوفوا يعني المياه المتبقية من هذه السيول، ونسأل الله الرحمة والمغفرة لهؤلاء الضحايا. فصراحة يعني كما قلت العديد من هي كانت محملة بكمية ضخمة جدا من المياه، لدرجة أن العديد من الناس يتحدثون عن علو شاهق لهذه السيول ولهذه الفيضانات. كاين الناس اللي كيقولوا حسب مصلحة ديالهم بأن حتى 20 متر. المتتبع أن ترى جبلا من المياه تجي المنطقة 30 متر 40 متر بطبيعة الحال، يعني حسب يعني التصريحات ديال الناس، وكما نقول دائما البينة على المدعي. الناس اللي حضروا لهذه الكارثة ونجاو فيحكون أشياء صراحة خطيرة وخطيرة جدا. وكما كتشوفوا أنتم كتشوفوا يعني هذه السيول، يعني شوفوا يعني الحجم ديال المياه وديال السيول التي لا زالت متبقية بهذه المنطقة. كما كتشوفوا على المباشر صراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنا، وكنتمنى من الله تعالى أنه يتجاوز يعني على هذه السكينة ديال طاطا، وإن شاء الله يستفقوا من الأزمة وترجع الحياة لمجاريها ويتجاوزوا يعني النكبة، لأن صراحة يعني صعيب باش أنك تفقد شخص عزيز عليك، وصعب جدا أن تفقد أيضا المنزل ديالك. أنتم كتشوفوا يعني ما تبقى من هذه السيول، فقط يعني هذا الواد لا زالت به هذه المياه. فصراحة منظر يعني اللي يعني الوضع يعني صراحة يحز في النفس باش نشوفوا يعني هذه السيول المتبقية. أنتم كتشوفوا يعني سبحان الخالق تعالى وبركته، فنسأل الله السلامة والعافية الأشياء المتبقية من هذه السيول الجارفة ومن هذه السيول التي أتت على الأخضر واليابس ودمرت كل شيء. كما كتشوفوا معنا على المباشر هنا بضواحي منطقة طاطا، فكنتمنى أيضا يعني أنكم بطبيعة الحال يعني ترحموا على هذا الضحايا وعلى هذا الشهداء ديال سيول طاطا. إن لله وإنا إليه راجعون. فالناس اللي ربما كيتابعوا معنا كنتمنى ايضا تبارطاجي هذا اللايف على اوسع نطاق. فقط المستجدات ديال سيول طاطا، فلا زالت الابحاث متواصله من طرف فرق الانقاذ المكونه من رجال الدرك الملكي، الوقايه المدنيه، ايضا رجال الهندسه العسكريه، وايضا رجال الاغاثه بمختلف الرتب ديالهم، القوات المساعده المرابطه بعين المكان التي تواصل جاهده من اجل يعني البحث تحت الانقاض وانتشال بعض الجثث المتبقيه.
متبقية، فربما هناك ثلاث جثث فقط هي التي لا زالت متبقية ويتم البحث عنها تحت الأنقاض وتحت يعني مجموعة من المياه الراكدة مثل هذه المياه التي أمامنا. ف يعني الناس يعني كيبحثوا على الضحايا وكيبحثوا على مفقودين لحدود اللحظة فقط. يعني ربما هذا الشيء يعني قلة قليلة من الأشياء المتبقية التي تخلد يعني لهذه الكارثة وتخلد لهذه الفاجعة الأليمة. فتحية للجميع، وكنتمنى لكم بطبيعة الحال يعني قضاء يوم سعيد إن شاء الله، والله يرحم يعني أموات المسلمين جميعا، الله يرحم هاد الناس والله يرزق الأهل ديالهم الصبر والسلوان، وعزاؤنا واحد وكلنا مع أهالي طاطا، كلنا مع ساكنة المغرب العميق.